حضراتكم من جديد أعزائي المشاهدين، بعد قليل هيكون عندنا مكالمات مهمة جدا أنتوا مستنينها، وهنبدأ بأول مكالمة ومكالمة في غاية الأهمية. مهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي. مساء الفل عليك يا باشمهندس. مساء الفل عليك كابتن أحمد، ونورت شاشة بيتك قناة الأهلي، وطول عمرك حارس الأهلي، وربنا يوفقك يا رب كده، ودايما قناه الاهلي يعني تبقى ترند، ويبقى الفيور شيب بتاعتها يعني تفوق كل القنوات ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك، وبشكر حضرتك، بشكر كابتن محمود الخطيب، بشكر هشام جمال، بشكر مجلس الاداره بالكامل على الثقه دي، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون قدها يا باشمهندس باذن الله. ربنا يوفقنا جميعا. طمني، النهارده كان في اجتماع برئاسه حضرتك مع مسؤولي الفيفا بخصوص مباراه العين، يا ترى ابرز ما جاء في هذا الاجتماع؟ والله بقى كان فعلا اجتماع، يمكن ده الاجتماع الرابع تقريبا عشان هذه المباراه يعني. طبعا دي حاجه، حدث كبير جدا طبعا، الافرو اسيوي دي، و وهم طبعا تعرف الفيفا بيبصوا على كل صغيرة وكبيرة، على كل ما الأحداث المطلوبة والتسويق والبراندينج والدريسنج، كل ما يعني ما فيش صغيرة وكبيرة إلا ما بيتكلموا فيها. والحقيقة كان معايا الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وكان معايا حنان الزيني وهي ماسكه التراخيص، والحقيقه حنان بقى لها كبيره خبره كبيره ما شاء الله عليها في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاحداث في الحدث ده، لانه بعتبره انه ده هو نفس الحدث بتاع الفيفا كلاب وورلد كاب او نعم كاس العالم. نعم نعم. وبالتالي النهارده كنا بنتكلم على كل ما يخص الاوبريشن او كل ما يخص العمليه يوم المباراه وقبل المباراه بيومين. نعم. اللي هي بنسميها ماتش داي ماينس 2 وماتش داي ماينس 1، ووصول العين ووصول الويب بتاع الفيفا. واحنا خلي بالك كل التكلفه بتاعه هذه المباراه هتبقى على يعني عاتق النادي الاهلي. تكلفه اقامه الفيفا اوفيشال، تكلفه الحكام، كل البراندنج اللي هيتعمل في الاستاد، الاوبريشن نفسها كلها على حساب النادي. فالنادي الاهلي هيدفع مبالغ كبيره جدا، والنادي الاهلي فقط هيبقى له دخل المباراه فقط هو اللي هو يقدر يغطي بيه مصاريفه. نعم. اتكلمنا النهارده عن الاجتماع الفني، اتكلمنا على الاجتماع الامني، اتكلمنا على الامن طبعا، وانا بشكر الامن وبشكر المباحث، والحقيقه ناس متعاونه معانا جدا، وادونا يمكن حوالي يعني نقدر نقول ساعة كاملة، لو قلنا 52,000 تقريبا وشوية، ودي حاجة محترمة جدا. 52,000 وشوية الساعة اللي هتحضر مباراة الأهلي والعين الإماراتي. بالظبط كده. نعم. ودي طبعا يعني الحقيقة الناس يعني الناس ما بتتأخرش عنها، لازم نشوف يعني تقريبا ساعة الاستاد كاملة، لأن ساعة الاستاد كاملة 62,000. أنت عندك خلي بالك يا كابتن أحمد، أنت عندك ساعة الاستاد الكاملة حوالي 67,000، أنت عندك المدرج بتاع الدرجة الأولى يمين فوق العلوي ده بيبقى مقفول. ما بيبقاش فيه، وعندك بقى الأمن والحاجات دي كلها بيخش لها بحوالي 10-12,000 تقريبا يعني. نعم. فبالتالي احنا نقدر نقول كده إن هي ساعة كاملة، ودي برضه يشكر الأجهزة الأمنية كلها. إذا أنا بقول عنوان عريض، 52,000 متفرج ساعة أو عدد التذاكر التي ستطرح للمشجعين في مباراة الأهلي والعين، ده غير حصة نادي العين يا باشمهندس خالد. بص، هي حصة نادي العين طبقا للفيفا هي 30 واحد يعني بالظبط 30 كات 1 او بنقول بمعنى اصح هم 36 بياخدوا تكنيكال سيتس ورا البنش بتاعهم. أيوه. ما بين بقى عائلاتهم ما بين الناس اللي ده 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 طبقا لقانون الاتحاد الدولي يعني، ليه 36، وهم بقى طالبين يعني هم الحقيقه. احنا كان برضه في تواصل ما بيننا وما بينهم من حوالي 3-4 ايام، وهم طالبين كان حوالي 1000 تذكره درجه اولى، احنا عاملين لهم لغايه 2200، وده برضه قرار جميل. نعم. وعاملين لهم حوالي 300 تذكره في للفي اي بي اللي هي في المقصوره الاماميه اليمين اللي تبقى جنب الجمهور بتاعهم. عاملينها كدعاوه ولا بفلوس؟ لا بفلوس. بفلوس تمام، بروفيشنال تمام. نعم. هم التكنيكال سيت ده ليهم هم. تقريبا حوالي 2 في اي بي بتاعهم كده، الباقي كله بيبقى بيشتروه يعني. تمام. طيب يبقى كده خصصنا
النهارده كان عندنا برضو لجنه مباريات واتفقنا ان شاء الله ان هيبقى ثمن التذاكر هيبقى 100 جنيه للدرجه الثالثه، 250 للدرجه الثانيه، 500 للدرجه الاولى، و1500 في المقصوره الامنيه. طيب دي اخبار سعيده لجماهير النادي الاهلي واول الاخبار الجيده. طيب خليني اسالك عن القادم وهو الخبر الجميل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بصحبة حضرتك كأمين صندوق النادي ومشاركتكم لأول مرة في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية بدعوة من السيد ناصر الخليفي، إيه اللي هيدور؟ تفاصيل الدعوة، جدول أعمالكم هناك إيه؟ وأعتقد ده شيء جميل، والنادي الأهلي كالعادة مشرف ورائع وموجود دلوقتي، ما بقاش في المحافل العربية ولا الإفريقية ولا المحلية، ولكن أصبح ضيفا دائما على كل المحافل العالمية. بص يا كابتن احمد، طبعا الدعوه دي هم بيدعوا شخصيات بتمثل انديه معينه خارج القاره الاوروبيه، خارج يعني في ناس من اسيا، من افريقيا، ما فيش غير تقريبا يمكن احنا ورئيس الرابطه اللي هو من تنزانيا، رئيس نادي يانج افريكانز هيرسي سعيد. بالظبط يانج افريكانز بالظبط. ويمكن حمدي مقدم حسب ما شفت في لسته، مفيش غير ده. بص يا كابتن احمد، النادي الاهلي هو مش اكبر قلعه رياضيه في مصر، النادي الاهلي هو اكبر قلعه رياضيه في افريقيا والشرق الاوسط والعرب ومصر. نعم. وبالتالي وجود النادي الاهلي ممثلا في رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وهو القيمه والقامه على المستوى النهارده، هذا النادي الاهلي الحمد لله مثل مصر وافريقيا 9 مرات في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي النهارده اما بيدعى ما بيدعاش ان هو اكبر قلعه رياضيه في مصر، لا، بيدعى ان هو من اكبر القلعات الرياضيه على المستوى العالمي. نعم. انت النهارده الحمد لله معروف في العالم، انت وجودك بيبقى ليه قيمه، بيضيف صحيح لهذه المحفل. لانك انت هو الغرض ايه من حاجه زي دي؟ الغرض انك انت بتعمل زي ما تقول سيد ناصر الخليفي هو راجل الناس المحترمه، بتعمل شبكه اتصالات ما بين الانديه العالميه اللي هي خارج القاره الاوروبيه عشان يبقى في تبادل تجارب، في علاقات، نقدر فاهم قصدي، وكله لخدمه الكره مش بس في اوروبا، لا في العالم. نعم. في العالم كله. وبالتالي وجود النادي في شخص محمود الخطيب رئيس النادي والعبد لله الفقير، ما فيش شك ان ده يعني ان دل على شيء يدل على قد ايه النادي الاهلي له قيمه مش بس في افريقيا، لا، قيمه على مستوى العالم. وان شاء الله باذن الله هيبقى لينا يعني على يعني اجتماعات كتيره، لان هو فيها اجتماعات كتير، في نتوركينج كتير. انت لما تشوف الناس المدعوه، هل في برنامج محطوط يا باشمهندس خالد؟ يعني مثلا في اجتماع مع انفنتينو؟ نعم. بص في طبعا يعني انفنتينو هيبقى حاضر، موتيبي هيبقى حاضر. نعم. انت شفت كنت ان ارسن فينجر، كل ما انت تتخيله، ديفيد بيكم، كل الشخصيات الأوروبية الرياضية العالية جدا. وكمان هيبقى في بعض الناس زي ما قلت لك من قارة آسيا ومن قارة أمريكا الجنوبية، يعني يمكن اللي معزومين بره قارة أوروبا ما يتعدوش التسعة. نعم، ده تسعة، هم 9 أفراد بالفعل. بالظبط كده. وبالتالي فدي حاجة يعني حاجة تحترم. وكابتن الخطيب الحقيقة بالرغم إن هو يعني مشاغله كتير قوي الفترة الجاية دي، وعندنا يعني كمية أحداث وحاجات كده، لكن لا يعني اصر ان هو يلبي دعوه السيد ناصر. نعم. الخليفي. الخليفي بهذا. نعم. الموضوع، لان وجود النادي الاهلي في هذا الحدث ما فيش شك ان ده بيضيف للحدث نفسه، ويضيف لينا احنا كمان. ممتاز. ان احنا نقدر نعمل من خلاله العلاقات، ونقدر نشوف ايه اللي ممكن نفيد من خلاله النادي الاهلي بالعلاقات. طيب بالمناسبه، هل في اي استعدادات بدات بخصوص كاس العالم للانديه، ولا لسه الموضوع ده مؤجل؟ لا لسه يا كابتن احمد، احنا دلوقتي كل الفوكس كله على السوبر او الانتر كونتيننتال كاب ده، اللي هو ان شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا الماتش بتاع 29 يعني نتاهل على طول للدور قبل النهائي اللي هيبقى هيقام في قطر ان شاء الله 14 و18، الدور اللي قبل النهائي والنهائي والتالت والرابع هيبقى يوم 14 ديسمبر و18 ديسمبر. فكل الفوكس دلوقتي وكل الورك شوبس او كل ورش العمل وكل الكونفرنس كولز اللي بتتعمل فقط
كاس السوبر انتر كونتيننتال كاب ده او الانتر كونتيننتال كاب. وبالنسبه لكاس العالم للانديه اللي هو هيبقى 2025 في امريكا، حاليا بيشوفوا ازاي يعملوا تسويق للتروفي، يعني التروفي بتاعه لا. او الكاس العالم نفسه ده بتاع الانديه هيطوف بعض البلدان وهيجي مصر، ويمكن احنا برضو على اتصال دائم بيهم بخصوص موضوع بس التسويق لكاس العالم نفسه، ان هو هيطوف ما بين البلاد او ما بين البلاد اللي الانديه بتاعتها هتلعب. يعني انت عارف ان هيبقى في 32 نادي بيمثلوا بلاد كتير يعني، فبالتالي هيبقى في زي رحله لكاس العالم للانديه، رحله تسويقيه لتسويق الحدث العالمي ان شاء الله اللي هيبقى حاجه طيب مره تحصل وان شاء الله تبقى حاجه. خلينا نروح معاك لقصه ثانيه وهي كولر، لانه بعد خساره السوبر بضربات الترجيح امام نادي الزمالك طلع كلام كتير وحوارات كتيره وكولر وراجع ومش راجع وقصه. هل حصل انه كولر ابدى حزنه وغضبه؟ هل حصل ان اداره النادي الاهلي يعني اتكلمت معاه؟ هل حصل اي نوع من انواع اهتزاز الثقه المتبادل لما حاجه موجوده ما بين النادي الاهلي ومارسيل كولر؟ طبعا انا مش بتاع مارسيل كولر، لان دي حاجه انت عارف احنا يعني ملناش شانل مع في لجنه كوره او لجنه تخطيط. النهارده في بقى مدير رياضي اللي هو بيعني واخد صلاحيات كابتن محمود الخطيب اللي هو المشرف عام، او هو يعتبر المنوط والمفوض من مجلس الاداره باداره كره القدم. وبالتالي احنا ما فيش علاقه مباشره ما بيننا وبين، بس انت في علاقه طيبه بينك وبين كولر يا باشمهندس. كل اللي اقدر اقوله لك يا كابتن احمد بيعيش، يعني سيبك من الماتش اللي فات والهزيمه اللي حصلت او ان احنا خسرنا بطولة يعني كانت قريبة مننا قوي، لكن أنا بتكلم إن كولر بيعيش أزهى لحظة حياته في النادي الأهلي. يعني حتى أنا مثلا الوكيل بتاعه وهو صديق أو جان باولو مونتينيري وهو صديق بيقولوا ما كنا عمرنا ما شفنا الابتسامة على وجه كولر لما الكاميرا بتيجي عليه زي ما بنشوفها في وجود النادي الاهلي. كولر يعني عمل علاقه كبيره جدا ما بينه وبين جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي بيعشق الانتصارات. وطول ما كولر ربنا سبحانه وتعالى موفقه وبينتصر وبيكسب، ومتهيألي السنتين اللي فاتوا اللي حصل او اللي انا بعتبرهم سنتين استثنائيتين، مفيش شك ان ده بيحبب جماهير النادي الاهلي في كولر. وكولر بيحب النادي الاهلي، اللي بيصنع كولر هو النادي الاهلي. يعني الطفره اللي حصلت في كارير كولر ما حصلتش متهيألي السنتين اللي فاتوا دول، ما حصلتش على مدار تاريخه وهو النهارده عنده 24 سنه. اذا العلاقه ممتازه، لا توجد اي شوائب في العلاقه بين كولر واداره النادي الاهلي، والراجل سعيد ومجلس إدارة النادي الأهلي ثقته كاملة في كولر. طيب ليه البعض بدأ يقول إنه الأهلي عنده ميزانية كبيرة وفلوس كتيرة وحجم الميزانية تضاعف، ومع ذلك هناك تقشف رغم أن هناك مكاسب مالية جيدة من المشاركات القارية للنادي الأهلي؟ بص يا كابتن أحمد، أنا يعني مش هتكلم على يعني أو أبقى بايس لو مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الانجازات اللي حصلت في عهد هذا المجلس في عهد الكابتن محمود الخطيب سواء رياضيه او انشائيه او مجتمعيه او خدميه ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي. وبالتالي النادي الاهلي انا النهارده مشكلتي ان انا اوفر عمله صعبه، وليست مشكلتي ان انا اجيب فلوس. انا النهارده يا كابتن احمد بصرف مليون و400 الف دولار تقريبا او اكتر سنه شهريا مرتبات ما بين لعيبه اجانب ومدربين بس في كره القدم. تاني انا مطلوب مني ان انا لازمك لو اتكلمنا عن النشاط الرياضي، السنتين اللي فاتت احنا عاملين سنتين استثنائيتين. صحيح. اول سنه كاسبين 24 بطوله. لا 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 الموبايل ما يعطلش دلوقتي. لا 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 لا، روح يمين روح شمال روح اي مكان.
خليك مكان، خليك معانا يا باشمهندس. طب اقفلوا ورجعوا تاني كل طب نرجع نتكلم تاني، لانه لسه في كلام كتير يهم جماهير النادي الاهلي، واعتقد ان احنا بنتكلم في كل هذه الامور. نعم حاضر، يلا نسمع الجماهير ونرجع المهندس خالد مرتجي. بالروح افريقيا مش هتروح. على فكره من الهتافات اللي انا بتفائل بيها جدا هذا الهتاف، وربنا يكرم يا رب ان شاء الله. الحقيقه في بعض المواقع او الصفحات كتبت انه تم تكليف كابتن هاني رمزي باداره او بتولي مهام مدير التعاقد. سالنا قالوا هذا الخبر لا لسه لم يتاكد ولسه مش صحيح حتى اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها. رجع لنا المهندس خالد مرتجي، كان اخر حاجه بيقول 1,400,000 دولار التزامات شهريه لمدربين ولاعبين داخل النادي الاهلي، والمشكله مش فلوس ولكن المشكله في توفير الدولارات، صح كده يا فندم؟ مظبوط يا كابتن احمد. المشكله الرئيسيه في النادي الاهلي النهارده ازاي تقدر توفر دولار، وللاسف مش عايز اقول للاسف، لكن انت عارف ان 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 البنك المركزي مانع اننا النهارده، يعني زمان كان الواحد بيروح البنك المصري وبنك مصر او بنك في ضوابط، في ضوابط محطوطه، فدلوقتي بقى صعب جدا ان انا اوفر دولار. فانا الحقيقه لولا ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمني وبنكسب بطولات قاريه او او كاس عالم للانديه بتاخد مراكز، ده اللي بيعيشني يعني. يعني اللي انا عايز اقوله ان الموضوع صعب، صعب جدا. يعني انا اقول لك حاجه كويسه، انا مثلا عندنا رحله بتاعت المغرب اللي هي كاس بطوله افريقيا، طلع فيها الهاندبول ولاد وبنات، تمام. انا النهارده جيت طلبت يا جماعه، انا طب انا اجيب منين؟ انا النهارده بمثل مصر، نعم، وطالع العب في افريقيا، ومحتاج 80، انا طلبت 80,000 يورو و7000 دولار، وبعتنا جواب للسيد وزير الشباب والرياضه، نعم، وقلت له ارجوك يا كابتن، يا دكتور اشرف، ساعدنا ان البنك المركزي يبعت لاي بنك من البنوك اللي احنا بنتعامل معاها يوفر لنا هذه العمله. نعم. برضه للاسف ما عرفناش نوصل. فبالتالي التزامات النادي الاهلي كممثل عن 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 مصر التزامات كبيره قوي، لو احنا عايزين نستمر ان احنا نرفع رايه مصر في المحافل الدوليه. انا النهارده عندي بطوله في تنزانيا بتاعت مؤهله كاس العالم للبنات سله. يعني اذا يعني انا بطلب من عبر منبرك ده يا كابتن احمد ان لازم المسؤولين يبصوا للانديه اللي بتمثل مصر بره ان هم يوفروا لهم العمله على الاقل في السفريات. نعم. يعني البنوك توفر لنا الكلام ده. يعني والا طب قول لي نعمل ايه؟ وبالتالي انا عندي مشكله، انا كراجل مسؤول المالي عن النادي الاهلي عندي مشكله ان انا اوفر عمله، مش اكتر من كده. لكن انا كميزانيه الحمد لله رب العالمين هتسمع عن ميزانيه ما حصلتش، وده بفضل ايه؟ بفضل تخطيط مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، بفضل ال 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 السياسه الماليه اللي احنا بنعملها، او ازاي نقدر نوفر موارد للنادي الاهلي لخدمه الاعضاء وفي نفس الوقت لخدمه الجمهور اللي هو مستني متعطش انك تكسب على النهارده. ربيت جمهور او الجمهور بتاعي اللي هو صنع اسم النادي الاهلي لا يقبل الا النادي الاهلي يبقى نمره واحد. نعم. النادي الاهلي يبقى نمره واحد لابد ان انا اوفر موارد عشان ان اواكب. يعني اذا قصه التقشف وضعف الانفاق هذا امر حضرتك بتنفيه جمله وتفصيلا؟ جمله وتفصيلا. وانت عندك التزامات كبيره جدا جدا، وبالتالي الدعم المتوفر بتتحرك من خلال المتوفر. بمناسبه مجلس الاداره او الجمعيه العموميه او حضرتك الميزانيه اللي هتطرح، ما علمته انه يوم 15 او 16 في جلسه لمجلس الاداره هيتم الدعوه لجمعيه عموميه، قد يكون من بينها انتخاب نائب رئيس للنادي خلفا للراحل الكبير اللي هيظل محفور في قلوبنا جميعا العمري فاروق السيد الوزير ونائب رئيس النادي الاهلي السابق. يعني
هل بالفعل بدأت التجهيز لهذا الأمر يا باشمهندس؟ والله بص، احنا عندنا 30 يوم او 35 يوم قبل الدعوه للجمعيه العموميه ان احنا ندعو يعني من خلال مجلس اداره. احنا عندنا فعلا اجتماع مجلس اداره الكابتن هيحدده يا 15 يا 16 اكتوبر، وهيتم فيه مناقشه هذا الموضوع. وبالتالي هو احنا طبقا للائحه لابد ان يبقى فيه انتخاب للمقعد الشاغر، ولو اني يعني لو خدت سيبك بقى من ان انا مسؤول أيوة. او ان انا امين صندوق او ان انا مسؤول جوه المجلس، انا اتمنى ان تكريما للسيد الوزير الله يرحمه العمري فاروق ان هذا المنصب يفضل كده زي ما هو خالي حتى نهاية الفترة. لان برضو انا عايز اقول ايه تكريما لي، لان يعني احنا النهاردة يعني كابتن خطيبة هو يعني الحمد لله المجلس ده مجلس مستقر جدا، والكابتن مكلفني ان انا بقوم باعمال نائب الرئيس عندما تبقى يبقى مطلوب. انا اتمنى اكراما وتكريما وحفاظا على استقرار مجلس ادارة النادي الاهلي ان احنا محدش يعني يخش هذه السنة، لكن لازم احنا نعمل انتخابات، وبالتالي الموضوع متروك لربنا. انت يعني انت قصدك انه يظل اسم السيد العامري فاروق نائبا لرئيس النادي الاهلي حتى نهاية هذه الدورة، وبعدها تكون هناك انتخابات فيها رئيس ونائب رئيس وامين صندوق واعضاء مجلس ادارة كنوع من انواع التقدير والتكريم والاحترام لاسم الراحل الكبير العامري فاروق. انا فهمت كده صح؟ مظبوط 100%. مع ان كتير قالوا ان خالد مرتجي بيطمح في منصب نائب الرئيس. مرتجي لو رأي الكابتن طارق سليم رحمه الله عليه قالوا له اقف بواب على بواب النادي الاهلي، خالد مرتجي لا يطمح في اي منصب. خالد مرتجي كل اللي يطمحه ان النادي الاهلي يظل واحد، وان خالد مرتجي جوه مجلس بره مجلس مع كابتن محمود الخطيب. انا بعتبر محمود الخطيب يعني كابتن محمود الخطيب ده بعتبره اخويا الكبير، وهو ده شايل يعني مش عايز اقول شايل على من يعني حائط صد كبير جدا. اسم محمود شايل كتير قوي، ناس كتير مش حاسه، واتمنى له الصحه والعافيه وان هو يبقى موجود دايما مع وسطنا، واتمنى ان استاد النادي الاهلي ينشا في عهد. امتى بقى انا مش راضي اسالك السؤال ده. كان حاجه بس عايز اقول قول عشان لو حصل ان هذا الكابتن محمود الخطيب مش بقى وفع يعني عمل بمجلسه سبحانه وتعالى وبفضل جمهور النادي الاهلي وجمعيات العموميه اللي ما اتعملش، كل في عهد محمود الخطيب مجلسه دي تبقى بتالي حقه علينا. رجل اعطى للنادي الاهلي من كدر بيقولوا من كدر ملعب الكوره الى رئيس النادي الاهلي، حقه علينا ان احنا نحافظ عليه ويكون موجود معانا بصحه وعافيه، وان شاء الله باذن الله استاد النادي الاهلي يبنى في عهده كرئيس مجلس اداره مع مجلس اداره. اخر سؤال وقول لي ولا لا، سمعت انه كان هناك اتجاه في لجنه الانضباط لاصدار قرارات ضد بعض من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، منهم حضرتك، منهم السيد محمد الجرحي، منهم السيد محمد سراج، صحه هذا الكلام؟ أنا سمعت زيك بس مفيش حاجة جت رسمي يا كابتن محمد، كابتن أحمد. محمد حلو برضه. أنا سمعت زيك. مش وحش. محمد مش وحش أبداً، حلو. لكن لا ما يعني أنا سمعت زيك بالظبط، بس لو حصل حاجة زي دي يبقى الحقيقة تبقى يعني مش عارف أقول إيه، ربنا يهدي. يا رب إن شاء الله. حبيبي أنا بشكرك شكراً جزيلاً وبتمنى لك كل توفيق. مهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وضعا كل النقاط فوق الحروف.